اقعدي اقعدي الاول كده. ايوه خد راح سمكه تزق سمكه. سمكه تزق سمكه. ايه بقى تاني؟ في البحر في البحر سمكه تزق سمكه. في البحر سمكه تزق سمكه. برافو برافو برافو. احنا نقينا جمل سهله عشان خاطر عشان خاطر تالا يعني ما حبيناش نجيب حاجه صعبه. وبعدين كان الاصعب يعني كان مستحيل انجي تحط السبيك اوت ده. كنت هتبقي تبقي قمر. احطها لك بسمع. لا فعلا متوجع ما انا كنت بعملها في البيت. لا لا لو انجي موافقه هاتوا لنا واحده ثانيه. هاتوا لنا واحده ثانيه تحطها انجي. احلفي يا منى. لو انت لو انا بحب اللعب الصراحه. اي حاجه فيها لعب انا بعلم. شكرا. الكبير الكبير جوه. لا صح. الصغير كبير كبير. زقيها كده. يلا يلا خدي. كلا تاكل فراكيخ ازاي اكل كلا تاكل. تاني. كده. كان ايه؟ كان العصاكس راكيخ السحر عاكس. ممكن نشتري؟ كان العصاكس البطاطس راكيخ البطيخ السحر عاكس في السوبر ماركت. عظيمة يا انجي عظيمة. خلينا بنلعب. لعب رهيبة يا جماعة البتاعة دي. لما بنلعب مع اولادنا بنبقى بجد براحتنا وبنرجع في السن كله. معرفش ليه الناس بطلت تلعب مع بعض كده بسبب الجهاز الصغير الجديد ده اللي اسمه التليفون ده. انا شايفة ده عمل كوارث في العالم كله فعلا بجد. في العائلات وفي الاطفال وفي الشغل وفي كل حاجة كلها. طيب اخر لعبه معانا ما بين ماما انجي وبنتها تالا في موسم العوده للمدارس. منى على فكره منى الشاذلي بعرفها من قبل ما اخلف ومن قبل ما اتجوز. فاكره زمان قوي. بس انا عايزه اقول لك على حاجه كنت بعرفها من وقتها ودلوقتي لما خلفت وانا يعني عارفه ده. بس ده انجي ما اتغيرتش من يوم ما عرفتها. انجي دي من اطيب الناس اللي انا قابلتهم. يا منى واكثرهم حنيه والله العظيم. انا مش هنسى انك كلمتيني وباركتي لي على اسرار النجوم على نجوم اف ام. والمكالمه دي فرقت معايا جدا 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 بجد. عايزه لا انت مكالمتك فرقت معايا جدا جدا لان انا بحب الاحساس ده. وده عايزه اقوله للناس ان احنا فعلا احنا كزمايل بجد بنحب لبعض البحر. بحب نحب لبعض الحاجات دي والله. يعني عايزه انا وتالا كتير قوي بنقعد نتفرج عليكي وهي النهارده حتى في المدرسه. انا رايحه لمنى الشاذلي انا رايحه لمنى الشاذلي يعني شيز كده يعني. طيب دلوقتي انجي انت كاي ام. بصوا يا جماعة كل الأمهات في النهاية أو معظمهم في أيام المدرسة بيبقوا أو في غير المدرسة فينا تشابه من بعض. معظمنا ولادنا ييجوا بالليل أو هما في سن صغير احكي لي حدوتة يا ماما. والحقيقة اللي بيحصل إن إحنا من كتر ما الحواديت بتخلص بنألف حواديت. اللي هيحصل إن إحنا هندي الإنجي مجموعة من الكلمات اللي ملهاش أي علاقة ببعض والمفروض إن هي كل شوية تسحب كارت وتخلي الحدوتة يكون فيها الكلمة اللي ملهاش دعوة بالتانية. يعني هي المفروض انه كلام ملوش علاقة ببعضه بس انت تفضلي تكملي تعملي سياق. أوكي. تعملي سياق للحدوتة. نعمل سيناريو. يلا. حدوتة قبل النوم. يلا بسرعة. بسرعة انا هاخد.
كان يا مكان كان في أميرة لسه بتصحى من النوم، فجأة لقت فرخة ماشية جنبها، راحت تكلمها، وفي نفس الوقت قالت واحدة صاحبتها دخلت عليها قالت لها لا دي مش فرخة، دول قمرين دول ولا عنيك. فقامت فجأة قايلة لها لا دول مش قمرين، ده ياقوت ومرجان. مين اللي قال قمرين ومش عينين؟ ايه ده ياقوت ومرجان. فضلت تمشي، وعلى فكره هي كانت بتموت في الزلابيا. وبعدين فجاه وهي خارجه من باب بيتها لقت مافيا حوالين البيت واللي جه انقذها شاطر حسن. خلال دقيقه واحده تكون الرسمه اترسمت وانت عرفتي هي بترسمي. كل واحد بقى ومواهبه. بس مش المفروض تتكلمي خالص. طيب اوكي ترسمي. مين يبتدي؟ مين عايز يعلم التاني الاول؟ تعالى انت هتبتدي. اوكي اتفضلي يا تعالى. برافو لولي. تيجي تاني ادي قلم. ارسم ايه؟ كلاون. اوكي ولو عايز تستخدمي الوان استخدمي. تايم ابتدى. ما تستني استني ما تتبديش. تايم ايوه بسرعه. برافو تالا. الوقت يا تالا خدي بالك. صح اوكي برافو يا تالا حلو يا تالا. ده كلاون. فاضل 30 ثانية. اتسان ايموجي. لو عرفتي تقولي على طول. اتسان ايموجي. كلاون. بالعربي. مهرج. صح يا تالا. برافو مهرج فعلا. تالا نجحت. يا نهار ابيض. اوكي دي حاجه سهله جدا. اوكي تايم. يلا تايم. يلا ايه ده؟ تعالي هقعد جنبك عشان اشوف معاكي مامتك بتعرف ترسم ولا لا. ميكي ماوس. تالا اي لاف يو. ايه تاني هيكون ده يعني؟ دكتوره انا عرفتي ازاي؟ من ودانه؟ من ودانه؟ من ودانه. انا هعلن فوز تالا على مامتها. برافو يا منى. لا شطورة. مش لازم مش مهم خلاص. انجي يا انا انبسطت قوي معاكي. انا عايزه اقول لك على حاجه. انا انبسطت اني شفتك قوي وتعالى اتبسطت قوي. جميله انجي. وقعدنا برنامج على الراديو واخدت جايزه مؤخرا على برنامجها اسرار النجوم وتعالى والعوده للمدرسه.